مجموعة بريكس هي تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006 حينما عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم الإعلان عن بداية تعاون مشترك بين مجموعة دول تسمى بريك وهي البرازيل وروسيا والهند والصين. وفي يونيو 2009 عقد رؤساء البرازيل وروسيا والهند والصين اجتماعهم الأول بمدينة يكاترينبرغ في روسيا، ورفعوا درجة التعاون إلى مستوى القمة، كما تم الإعلان عن تأسيس تكتل اقتصادي عالمي من شأنه أن يكسر هيمنة الغرب وينهي نظام القطب الواحد الذي تتزعمه الولايات المتحدة. في القمة الثالثة للمجموعة التي عقدت بالصين في 14 من إبريل 2011 انضمت جنوب إفريقيا للتكتل رسمياً، حيث غيرت المجموعة اسمها إلى كلمة بريكس عوضاً عن بريك. قررت مجموعة دول بريكس خلال القمة السادسة التي عقدت في فورتاليزا بالبرازيل عام 2014 إنشاء بنك التنمية الجديد برأس مال حينها قدر بخمسين مليار دولار، يكون مقره مدينة شنغهاي الصينية، بالإضافة إلى صندوق احتياطي بقيمة 100 مليار دولار لتوفير الحماية من ضغوط السيولة العالمية. خلال القمة التي عقدت في روسيا 2015 بدأ قادة دول بريكس مشاورات لنظام دفع متعدد الأطراف يكون بديلاً لنظام الاتصالات المالية بين البنوك العالمية سويفت الذي من شأنه أن يوفر قدراً أكبر من الضمان والاستقلالية لدول مجموعة بريكس. في مدينة شامان الصينية عام 2017 عقدت قمة بريكس، حيث ناقش القادة خطة بريكس بلس التوسعية التي ترمي إلى إضافة دول جديدة للمجموعة. وفي أواخر عام 2021 انضمت كل من الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش وأوروغواي رسمياً إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، قبل أن تنضم مصر أيضاً للبنك الجديد نهاية مارس من عام 2023. بعد الحرب الأوكرانية وما رافقها من إعادة تشكيل نظام عالمي جديد، ازداد الاهتمام بتكتل بريكس من طرف العديد من الدول، حيث أعلنت القمة المنعقدة في جنوب إفريقيا دعوة كل من مصر والأرجنتين والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا للانضمام للتكتل بداية من أوائل عام 2024.